طب ايه النقاط التانية اللي محتاج يتطور فيها محمد رضا بوبو؟ زي ما قلنا التمرير، النقطة الدفاعية، هو استخلاص الكرة بالنسبة له معدله تقريبا سبعة من عشرة او سبعة في المباراة، سبع استخلاصات. دفاعيا هو ممكن يتطور شوية اكتر من كده، لان خاصة الجانب الدفاعي في لعيب ارتكاز هيبقى مثلا لو لعب في اتنين من نص ملعب هيبقى ازيد من كده شوية، حتى لو الراجل ده رقم ستة صريح والراجل ده بيلعب بوكس تو بوكس، ولكن لازم دايما الحتة الدفاعية دي عشان الارتداد الدفاعي يبقى عنده قوي شوية. النقطة الثانية كمان الناحية البدنية، هو التحاماته عشان هو قصير القامة شوية، فالتحاماته الهوائية مش بيكسب فيها حاجة، فدايما الكرات العالية بتسبب له مشكلة. يزودها ازاي؟ وبيزودها هجوميا، لان هو هجوميا شوية بيبقى متحرر اكتر، فبيعرف يعمل جامب كويس ويعمل هيدرز مش وحش، يعني يجي منها بالتطور. ولكن في الناحية الدفاعية لما الكرة دايما بتبقى ساقطة في نص الملعب، ربما دي واحدة من النواقص اللي عنده اللي تبقى محتاجة شغل شوية. اجمالا على محمد رضا بوبو عشان نحسم الامر بالنسبه له، ده واحد من اللعيبه اللي برزت بشكل كبير جدا في الدوري المصري.